بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني أن أرحب بكم جميعا بالنيابة عن الجمعية السعودية لطب التخدير لحضور المؤتمر الافتراضي 2020. سيكون بإذن الله تعالى الموضوع العام للمؤتمر لهذه السنة هو ممارسات طب التخدير أثناء الأوبئة. بإذن الله تعالى سنستمر في جعل هذا المؤتمر هو الأفضل، وسنواصل بصحبتكم استكشاف آخر التطورات البحثية حول هذا الموضوع الفريد، إضافة إلى مواضيع أخرى تغطي معظم مجالات طب التخدير. حقيقة كرئيس للجمعية السعودية ولطب التخدير وكرئيس للجنة المنظمة، فخورون جدا بوجود محدثين دوليين من داخل وخارج المملكة، معروفين جدا ومحترمين، سيشاركون معهم المعرفة والخبرة الطويلة. في هذا السياق حقيقة أشكر بداية إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود على دعمها المباشر لجميع الجمعيات العلمية، ومن ضمنها لا شك الجمعية السعودية لطب التخدير، وهي حاليا ممثلة معنا بسعادة البروفيسور محمد العبيدة، والذي سوف يلقي مشكورا كلمة افتتاحية بإذن الله تعالى بعد كلمة من رئيس لجنة المنظمة. طبعا الشكر موصول إلى لجان المؤتمر الذين عملوا من أول ما كانت فكرة إلى ما وصلنا به الآن، وهي لجنة علمية برئاسة الدكتور محمد الحربي، ولجنة إعلامية برئاسة الدكتورة فاطمة دماس. لا يفوتني أيضا دور شركائنا في التنظيم، شركة كنوز ريتاج ممثلة بالمهندس أحمد إمام، والذي صراحة قامت بدور كبير جدا في إخراج بإذن الله تعالى المؤتمر الافتراضي بهذا الشكل. وأخيرا وليس آخرا، الشكر للشركات الداعمة على وقوفها ودعمها للجمعية. الشكر النهائي لكم أيها الحضور الكريم، شكرا على ثقتكم بالجمعية وتسجيلكم في المؤتمر. نحن نشعر بالمسؤولية الكبرى في ذلك، ونتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم. نحن نعتمد عليكم في الحضور والمشاركة بنشاط لإنجاح هذا المؤتمر الافتراضي. نتمنى لكم جميعا الحدث المثمر مع المناقشات الشيقة والمحفزة وتبادل المعرفة، حتى نتمكن معا بإذن الله تعالى من وضع تصور مستقبل لرؤية مبتكرة بإذن الله تعالى للمستقبل، ولمواجهة مثل هذا الوباء وغيره من المواضيع الأخرى في مجالات طب التخدير. نهاية أتشرف بدعوة سعادة البروفيسور محمد العبادة، رئيس ومدير إدارة الجمعية العلمية بجامعة الملك سعود، لإلقاء كلمة إدارة الجمعية العلمية، ومن بعده بإذن الله تعالى الدكتور محمد الحربي رئيس اللجنة العلمية سوف يعطينا أيضا ملخص للجدول العلمي، وبعدها بإذن الله نبدأ مؤتمرنا، والذي ندعو الله أن يكون مؤتمرا ناجحا مثمرا بمشاركة الجميع. وسعادة الدكتور محمد العبيدة تفضل، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا دكتور أحمد على المقدمة الضافية. إخواني، طيب الله أوقاتكم بالخير والبركة. يسرني ويسعدني أن أتواجد معكم هذا الصباح الافتتاح للمؤتمر الدولي 14 للجمعية السعودية لطب التخدير. هذه الجمعية هي إحدى جمعياتنا النشطة والمتميزة، وإنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن تقيم هذه الجمعية مثل هذه الأنشطة وهذه المؤتمرات العلمية لتقديم الجديد فيما يصب أولاً وأخيراً بصحة المرأة والذين أولتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وبدعم مباشر منه ومن سمو ولي العهد حفظهم الله لإنسان هذا البلد الطاهر. وها هي بلادنا ولله الحمد يشار لها بالبنان في طريقتها باحتواء هذه الجائحة التي ضربت العالم وببذلها الغالي والنفيس خلالها. ولله الحمد
مثل هذه المؤتمرات تساعد العاملين في المجال الصحي على التطور في استخدام طرق العلاج الأمثل والأأمن، وتوظيف التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل مباشر برفع كفاءة الممارسين الصحيين في جميع مجالات الرعاية الصحية وليس في طب التخدير فقط. كما أنه من أهداف مثل هذه المؤتمرات إيجاد شراكات بين العاملين في مجال طب التخدير سواء داخل المملكة أو خارجها، والهدف طبعا الوصول إلى مستوى عالي من الرعاية الصحية الآمنة للمرضى. لا أريد أن أطيل، أتقدم بجزيل الشكر للزملاء أعضاء اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر وللمشاركين سواء بالحضور أو المتحدثين، كما أخص الشكر للرعاة لدعمهم للجمعية. كما تعلمون إخواني هذه الجمعيات تقوم على الدعم، يعني ما تقدمه الجامعة لهذه الجمعيات قد لا يفي بما تحتاجه الجمعيات من دعم، فكل الشكر للرعاة الذين آمنوا بفكر الجمعية وبأدائها، وهذا الملتقى يعكس هذا الإيمان بقدرات الجمعية. كما تقدم الشكر للزملاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب التخدير وعلى رأسهم أخي البروف أحمد عبد المؤمن على ما يقوم به من مجهودات ليس بهذا المؤتمر فحسب ولكن على مدار العام. إخواني أشكركم على حضوركم وأتمنى لكم مؤتمرا موفقا ويوما سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هذاك محمد، أشكر لكم على الكلمة الجميلة هذه، نسأل الله أن يكون عند حسن ظنكم دائما وأبدا بإذن الله تعالى. ودعم الجامعه ودعم اداره الجمعيه العلميه دعم كبير جدا، ما نستغنى عنكم، الله يحفظكم وعانكم الله تعالى على ما تقوم به من عمل. الان دكتور محمد الحربي رئيس اللجنه العلميه يتفضل مشكورا ايضا لالقاء ملخص لما ما عليه ما سوف ترونه باذن الله تعالى في اليومين القادمين من انشطه علميه ومن محاضرات ومن لقاءات متعددة تجمع بين متحدثين من داخل وخارج المملكة كما قلت، وأيضا متحدثين من مختلف التخصصات الطبية والفرعية للطب للتخدير. تفضل محمد، دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. We would like to welcome you all for the 14th Saudi Anesthesia Society meeting. This is the first time in this pandemic. As you know, the 2020 year is the pandemic year for an exceptionally year for an pandemic, which is, as you know, affecting all over the world. We try to get everybody on the same board. We try to reach everybody at their home to ensure the continuous education by the Saudi Anesthesia Society is spread. This year, as you know, it's the first to be a virtual meeting. Most of the international society, they move this path. And as you know, the Kingdom of Saudi Arabia with support by the custodian for the two holy mosques, they during the pandemic has been exceptionally prepared for a such crisis. We have more than 70 international and national speakers will be included in this virtual meeting. So far, we have about more than 1,500 candidates, delegates has been participated or registered in our conference. The conference will oversee most of the protocols, the guidelines that has been generated and adopted by the Saudi Anesthesia Society, and also looking for a future planning for further, if any, crisis that could happen in the future.
We would like to thank all the scientific committee members. They really work hard. It has been preparation for such conference is not an easy. And it was really an honor to be chairing this committee. The plan for this committee is really to make sure that all the scientific part are covered, especially for all specialty in anesthesia, namely general anesthesia, pediatric, cardiac, and all other specialties. Also, the adopting the plan for the crisis in pandemic. The practice change that an adoption of the change in the practice of the norm perioperative care is really part of the planning that we'll discuss. We have many speakers, international speakers, and they are really planning to have a good discussion about what's the future change in the anesthesia practice. Finally, I would like to welcome all and thanks Professor Muhammad Al-Ubaida and Professor Ahmed Abdul Mu'min for their support and wish all the best for all of us. And thank you. Shukran. Thank you to Muhammad for your work and your with all members of the scientific committee. And actually now our numbers attendees till now is more than 350 currently, just starting in the early morning from Friday. So this is really we appreciate all the attendees. And hopefully we will meet their expectation all the time. As I said, we welcoming all you who registered and who are gonna participate in our virtual conference on behalf of Saudi Anesthesia Society. As Dr. Muhammad Al-Harbi said initially, the theme of this conference gonna be anesthesia practices during the pandemics. Inshallah, we will do our best to make this conference the best and continue to explore the latest technology and developments. And we are, as we said, we are proud to have a well-known, respected national and international speakers. We're gonna move with the Ta'ala very soon to start at 9 o'clock sharp, our first session. First session will be the SAS protocol during COVID-19 pandemic. SAS, Saudi Anesthesia Society, proud that she, our society developed and adopted at least 4 to 5 policies in anesthesia practices during a pandemic. And the coming session will discuss such protocols and such policies. The coming session will be chaired by Dr. Fahd Qureshi and Dr. co-chaired by Dr. Atif Seed. And we're gonna have very unique and highly selected speakers. Bin Ta'ala, you're gonna see that. So just bear with us. And at 9 o'clock sharp, بإذن الله تعالى, we're gonna start our coming first session. We wish that it's gonna be very interactive. And please, all the attendees, please share actively in the Q&A bars. And I'm sure our speakers and chairman and co-chairman, they will be happy to answer all your concerns and your questions. Thank you. And بإذن تعالى نقول بسم الله توكلنا على الله ونسأل الله يجعله مؤتمر ناجح بإذن الله تعالى.
دكتور محمد العبيدة، شاكر لك جدا دعمكم وحضوركم في هذا الصباح المبارك إن شاء الله ويوم الجمعة. نسأل الله لكم إن شاء الله التوفيق دائما وأبدا، وربنا يحفظكم من كل شر. شكرا جزيلا بروف أحمد دكتور محمد الحربي على المجهودات اللي قمتوا فيها، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ولجميع المشاركين. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. ألف شكر. دكتور محمد، دكتور محمد الحربي، the floor is from now and going on as head of the scientific committee will be yours. You're gonna organize على ال floor and we together بإذن الله we will make sure that things will going will go and all the chairman and co-chairman will be on the same time with the speakers going regularly in our sessions. بإذن الله.